اليوم بدنا نتكلم عن موضوع أكثر أسئلة بتيجي بهذا الوقت من كل سنة، اللي هي الحساسية، الحساسية الصيفية أو الحساسية الربيعية أو الحساسية الموسمية، أنواع مختلفة من الحساسية. الحساسية اللي هي عبارة عن إنه ردة فعل الجسم أو ردة فعل الإيمونيتيت سيستم لجسم غريب دخل على الجسم، عشان هيك بيزداد الهيستامين في الجسم، فبتصير عملية ردة الفعل وبتختلف من شخص لآخر وبتتباين وبتتفاوت في درجات قوتها كمان. ممكن تطلع بالعيون كاحمرار في العيون، حك في العيون، أو سيلان بالأنف أو في على الجهاز التنفسي، وهي أخطرهم اللي بتكون على الجهاز التنفسي. ممكن هناك كمان الجلد، الحساسية الجلدية، يصير في حك في الجلد أو احمرار في الجلد. فالحساسية من هذا المنطلق نقدر نحكي عنها إنه بنقدر نصنفها لأنواع إذا صح التعبير. خلينا نحكي بالأول شيء عن الحساسية الأكثر خطورة اللي هي اللي بتصيب الجهاز التنفسي. وعدة أسباب إلها، ممكن أسباب أكل نوع معين من الطعام أو من المكسرات أو من الأدوية. في بعض الأدوية بتعمل حساسية لبعض الأشخاص، وفي هناك بتيجي بقوة كثيرة، ممكن يصير في ضيق في التنفس، سيلان بالأنف. ففي هاي الحالة بنحكي للمريض أو للشخص المصاب بهاي الحالة إنه الأفضل إنه يراجع الطبيب، لأنه بيحتاج لأدوية من بخاخات أو حبوب أو غيرها. ولكن إذا كان هو الشخص بيعرف إنه في عنده الحساسية بتجي في مثل هذا الوقت، هو من المفترض أو من الأفضل إنه قبل بوقت يزور الطبيب حتى يجهز أدويته، تكون موجودة عنده الأدوية في البيت حتى يستخدمها مباشرة لما بتصير عنده الحالة. في هناك ننتقل للحساسية اللي هي اللي بتصيب الأنف أو الأنف التحسسي، عبارة عن سيلان وحكة وبتضايق كثير. فهناك ممكن نستخدم البخاخات لهذا الحالة وأيضا الحبوب في هاي الحالة. وفي هناك حساسية اللي هي بتصيب الجلد أحيانا من الجو أو تقلبات الجو، خصوصا في هاي السنة إنه الحساسية الكل ملاحظ إنها زايد شوي، والسبب اللي هو زي ما الكل بيعرف حبوب اللقاح زايد أو الغبار طلع الغبار. وفي كمان التقلبات الجو اللي صارت عندنا، هي التقلبات كانت كثيرة جدا، يعني في نفس اليوم كان الجو يتقلب عدة مرات، فها كانت زادت حالة الحساسية عند بعض الأشخاص. فبنحكي في قطرات للعيون وفي بخاخات للأنف وفي حبوب إنه الشخص يستخدمها، ولكن من الأفضل إنه يراجع الصيدلة حتى يشوف إذا كانت حالته ممكن تعالج، نعطيه إحنا يعني ريسبت فري، أو إنه نحكي لا من الأفضل إنه يزور الطبيب على حسب الحالة وحسب الوضع. الوقاية اللي هي إحنا بنحكيها الوقاية خير من قنطار علاج. دائما الوقاية اللي هي الابتعاد عن مسببات الحساسية، يعني إذا الشخص بيعرف إنه نوع من أنواع الأكل أو الطعام أو الشوكولاتة أو النوتر إنه بيعمل له حساسية يبتعد عنه. هذا أفضل أنواع اللي بنحكيها الوقاية والعلاج. أو إذا إنه بيعرف إنه الشمس بتعمل له حساسية يبتعد عن الشمس في لما بتكون حامية. فالأفضل اللي عنده المشكلة هاي إنه يتجنب لما بيكون فيه كثير غبار طلع أو حبوب لقاح في الجو، إنه يتجنب الخروج في هذا الوقت. شبابيك البيت تكون مغلقة، أبواب البيت مغلقة، التنظيف المستمر خصوصا تنظيف الغبار في البيت. ولكن في حال وقوع الحساسية فلابد من استخدام الحبوب أو بخاخات الأنف أو قطرات العيون أو حسب الحالة. وفي حساسية اللي هي اللي بتيجي اللي هي اللي بنحكي لها إحنا الأنفال، هاي خطيرة جدا، ممكن تؤدي بحياة الشخص. مع العلم بغاية الآن الدراسات كلها أكدت لغاية الآن إنه فقط حالتين في بريطانيا اللي تم الوفاة منهم، وهذا لا يعني إنه في وفاة من الحساسية، ولكن ازديادها وعدم علاجها بزيد الحالة الصحية سوء. فاللي عنده هاي المشكلة الأنفال لازم يراجع الطبيب حتى تبقى الدواء أو الإبرة معاه في جيبته في أي وقت صارت معاه، إنه يأخذ الإبرة ويراجع الطبيب بعد المشكلة ما تنحل، يراجع الطبيب أو يراجع المستشفى فورا. بالنسبة للغات، عندنا لغات عديدة في الصيدلية، وفي عندنا اللغة العربية موجودة على طول باستمرار. إحنا عملنا ونسقنا وقتنا في الصيدلية إنه يكون في شخص ناطق باللغة العربية على مدار ساعات افتتاح الصيدلية أو فتح الصيدلية.
موجودين هنا ومستعدين وذو خبرة وخبرة طويلة في هذا العمل. لأي نصيحة لأي شيء احنا بنحكي للجميع 100 أهلا وسهلا فيكم بالكونس أبوتيك في الموبيليا أو في أي صيدلية موجودة في السويد. موجود عندنا من يتكلم اللغة العربية وفي لغات أخرى كمان.